فعاليات يعني أكل عليها الزمان وشرب، فقرات فيها حشو وقت طويل. خلونا نريح شوي لأن ضغط الشباب مرتفع، نشوف ملخص اليوم ونرجع لكم نتناقش في أوضاع اليوم وأحداثه الكثيرة جدا. بالله قبل يطلع ملخص اليوم قفلوا الصوت علي، ما أبغى أسمع صوت حشر. زي لك قفلوا الصوت. مبادرته هذه. إيش كانت فعاليته؟ ارسم ارسم والله ارسم قسم بالله. يا حليل حشر والله. صباح جميل، صباح الطمأنينة، صباح السكينة، صباح الأمن والأمان في وطن الأمن والأمان الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا ويحفظ ولاة أمرنا. واليوم عندي إحساس بالخمس اليوم بيجي يعني. طيب وإذا جاب شو المشكلة؟ بس علمك ليه من تواثق بالله سبحانه وتعالى. وإذا جابوا سلطان، وإذا جابوا سلطان يعني وش خصم عليك؟ حط حرتك في النار. قدر اللي يقدر جمهوره ومتابعينا. أنت دخلتنا ما أنت بالحالك، شنار ما هو بالحالة، ناصر ما هو بالحالة، وراه ناس التعب. كيف ما فيكم حمية؟ كيف صيح الضحامة تسمعون؟ ما يعدك قايدة لا تعد روس مال، والذي ما يعدك قايدة لا تعد روس مال. وليس خلف الشاشات، يا مرحبا ومسهلا ترحيب الحياة. عندنا اليوم فعالية بسيطة بإذن الله لا تنال إعجاب. ربيع القحطاني، كان لك تجربة معه في برنامج سابق. نعم. وش تعليقك؟ وش ربيع القحطاني بالنسبة لمحمد؟ بالنسبة لي طال عمرك ربيع أخ وعزيز وغالي. هي أطول سورة في القرآن الكريم، هل هي البقرة، آل عمران، النساء؟ آل عمران. آل عمران. إجابة. إجابة إيش؟ إجابة إيش يا شباب؟ إجابة للأسف خاطئة. عشان ننوع يكون في حماس أكثر، الأسبوع هذا بنغير القادة. تسمحوا لنا يا قادة؟ بنسوي تغيير، بنسوي كوكتيل. حلو. الأسبوع هذا بيكون قائد فريق النجوم هو المتسابق. يبي احتفالية يا عيال، اعتبروا انه مسجل هدف. يلا بسألكم سؤال. يلا فقرتنا يلا عرضوا لي صورة على الشاشة. يلا ايوه بسألكم عنها. يلا عرضوا لنا صورة الأسد. طردني امس الراجح عقبني كسرني. طيب نبغى صورة على الشاشة وبسألكم سؤال. جيب لي بالكاميرا هذه احسن يا بابا. اعطي كاميرا دي. يلا يلا ايوه عطاطه جيبوا ذيبان. طيب في صورة على الشاشة. يلا وين الشاشة يا سعود علوش؟ وين الشاشة؟ وقف. لا بسألكم. يلا 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 سؤال على الشاشة يا شباب. كل واحد هذا السؤال سيحدد مصير الرادار. صح يا بابا، سيحدد مصير الرادار إن شاء الله. أعطونا صورة على الشاشة اللي أنا طلبتها، وأبغى اللي يعرف الإجابة لا ما في زر أنا يقول طوط. تمام يلا. تمام يلا. جاهزين؟ جاهزين. يلا شباب أعطونا صوت نبضات يا عم منيب. نبضات رجل اي شيء من زمان وديفها يا عيال. يلا في مطلوب عندكم. الله خليل بس نبضات قبل وش والله يا عيال توتر. ايه شدنا توتر. يلا طيب هذا قلب سريع. ايه هذا عنده خفقة شرب قهوه. هذا يشرب مشروبات طاقه. مزبوط. طيب يا شباب الصوره هذه الصوره الان اللي يعرف يقول طوط. طوط. ماجد. ماجد من هو هذا؟ من هو؟ أتحداكم من هذه الشخصية؟ اسمه؟ هو مشا ما ب دوميز. لا غالي. زيد. 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 لا زيد ولد عبيد. لا طوط يا شباب لو سمحتوا. محمد نامي. نو في منه. دقيقة ترى أنتم قاعدين تستغرقون الوقت. بدي لا 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 والخواجي. الله 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 قربت. هو له علاقه ببرامج الواقع. اي اي يقول اي بس هو اجاب برامج الواقع بس ما حد يعرفه. رقم لحي سواق السيارات الكلاسيكيه. لا لا غلط. ما ادري هو عنده ولا ما ادري لانه ما يسولف ما نعرفه. سيف الاقلبي. لا 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 قربت قربت. حسن العجمي. هو لا 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 سيف الجنيبي. لا هو فيه فيه شوف هو ألمح لكم. سيف الزعبي. سيف الزعبي. ألمح لكم. يلا
هو شارك برامج واقع. شارك؟ بس انه ما يسولف. اي نسخة؟ اي نسخة؟ فريق دعم فريق دعم فعاليات اكثر منه. ايه؟ تويتر. ايه؟ سيبو سالو. صح؟ فهد بحيوان مش. احتمل. انا كاريزماوي ما بتحدى كيف جبت يا بعد؟ اعمل واشتغل واشتغل تلقاو لا تتابع نسخ قديمه اعمل واشتغل على نفسك عشان اعمل واشتغل على نفسك عشان يكون لك وجود في البرنامج. سيف آل سالم غائب طوال 39 يوم ما في اي تواجد نهائيا. اليوم استغربت علي دم التقرير ناصر الغامدي مسوي اسئله ثقافيه ميكس البرنامج هذا اسمه اساسا يا اخوان اذا دخلت مثلا عند احد المحلات تسوي مو يوتيوب خمس تارير قالك عندنا خلطة الميكس هذا برنامج الميكس يسوي خلط وعبد الله يسوي له كل شيء يعني ما استغرب عبد الله يغيب وليد يقدم الليستن السجل ما عنده مشكلة السجل يعني الآن عندنا اثنين أبو عبد الله وأنا أقول من أين أتى عادل هيف من أستاذ أبو عبد الله تأثيره واضح تأثيره واضح بعدين شوف كيف يقول ها الإجابة صحيحة يا شباب وينكم وروح يخليه شباب راح عرف طب شروح وينكم يا شباب الإجابة صحيحة إيش رأيكم؟ يا حاشونا أنت غزّزونا حتى أنا صار بيقول إيش قومي؟ بعدين مديري ما نقدر نقول شيء ما نقدر نقول إيش قومك؟ ما تدري أنا ما شفت الفقرة. ترى واحد لابس لبيز هو.